السلام عليكم معكم ايوب القريني رئيس جمعيه النماء للتنميه والتواصل كما كتشوفوا حنا الان كنتواجدوا في مقبره دار الزعتر جاتنا الفكره ديال اننا ننظموا واحد الحمله ديال النظافه كبيره تكون في المقبره ديال دار الزعتر بشراكه مع سفراء الخير وفعاليات المجتمع المدني بمدينه تمارا كنشكروا المسؤولين اللي وفروا لنا الاليات ومجموعه من الامور اللي سهلت لنا الماموريه شويه في حملة النظافه وكنشكروا كذلك جنود الخفاء الهدف ديالنا من هذه الحمله هذه هو اننا نحيد دوك القنينات ديال الزجاج اللي كيجيو الناس هنا المقابر كيخويو داك الماء هنا على القبوره وكيخليو القراعي وسط القبوره زياده على هذا المخلفات ديال هذوك الاغراس كينوض الشوك كينوضوا شي حويجات هنايا اللي كيعرقلوا وكيصعبوا الماموريه ديال الزياره ديال بعض القبور هنايا كنحاولوا ما امكن نقيو بعض القبور قدر المستطاع صراحه ازيد من 18000 قبر تقريبا ما سهلاش خاصها مده طويله وهذا نداء كذلك الفعاليه المجتمع المدني بمدينه تمارا انها تحرك في هذا الباب لان المقبره عندها واحد الحرمه ديالها عندها واحد المكانه عندها واحد المسائل ديالها اللي خاصنا نحترموها وكاملين اليد في اليد وكنشكروا الجميع وكنشكروا كذلك موقع نيوز بلس اللي كان حاضر معنا شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم معكم طارق غطيس رئيس جمعيه سفر الخير فرع تماره جينا المبادره مع شركه جمعيه النماء جينا شركه مع جمعيه النماء آه، كانت مبادرة جميلة درنا واحد النداء لساكنة مدينة تمارة تفاعلوا معنا جو البارح كان شوي وخا كان العدد البارح شوي قليل اليوم كنشوفوا العدد بأنه الناس آه، جات حضرات معنا يعني الحمد لله الأمور غادي على خير وبخير آه، هذا ميساج بغيت نوصل لجميع ساكنة مدينة تمارة يعني هذه المبادرة ما غير تكون غير اليوم بغينا تكون ديما تكون ديما يعني في آه، تكون المبادرة الانسان الا جا للمقبره هنا ولا شراغ القرع ديال المز الزار وبغى باش يرش على المقبره وباش يلوح حدا القبر راح شو معيب وعار غاتهز كاين واحد الطاروم ديال النفايات غترميها فيه باش غتلوح انت قرع هنا ولا اخر هنا راه كتولي مزباله لان هذه مقبره فيها الجدود ديالنا والعائلات ديالنا اللي كنترحموا ترحموا عليهم لذلك خصنا نخليو هذه المقبره اللي هي نقيه بمدينه تماره و بغيت نوصل واحد الميساج بعد الصفحات سمحهم سمحهم الله باش يجيو يتعاونوا معنا او يشجعوا الشباب في باش يقوموا بهذه المبادرات العكس الامر كنشوفهم كيطبلوا كي لبعض الشركات لاش لي... على وديت 4000 ولا 6000 لا بالعكس زيد دي, دي رحمه الوالدين اما باش تقطب باللي مر وعار وحشومه لذلك نشكر الجميع اللي حضر معنا في هذه المبادره هذه منهم ناس يعني فعالين جمعاويين منهم اساتذه منهم يعني ناس صراحه الله جا واخا كاين اللي عاوناش يعني جا غير طال جاب الماء كاين اللي جا سول فينا كنشكروا الجميع اللي حضر هذه المبادره وكنشكروا حتى اللي ما حضرش اولا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم حنا كمجتمع مدني داخل مدينة تماره لبينا هاد الدعوه ديال كفاعلين داخل مدينة تماره في تنقية مقبرة ظهر الزعتر بتماره، حملة نظافة درناها يعني بشراكة مع جمعية النماء، وجمعية سفراء الخير كرسالة واضحة للناس ديال مدينة تماره أي واحد يعني جا المقبرة. داخل مدينه تمارا يحافظ عليها يحافظ على النظافه ديالها الناس اللي كيشريو كي القنينة ديال الزجاج ديال ماء الزهر يحاولوا القنينه ديالهم اللي على يعني الميت ديالهم حبيب او اخ او جار او اب او ام يهزوا معهم ديك الزجاجه ويحيدوها ويديروها في سله يعني المهملات باش نحافظوا على هذه المقبره هذه مقبره المسلمين وديالنا كاملين يعني هذا هو المصير الاخر المصير الاخر ديالنا وهادشي كله كلهم اخوان ديالنا يعني اليوم درنا هذه الحمله ديال ديال النظافه ديال وكان كان كان يعني جميع المحسنين والمحسنات بغاو يجيو لهذ المقبره يحيد يحاولوا يحيدوا داك الشوك ويحيدوا داك المبين القبوره باش ما يتربوش داك العقارب وداك الافاعي والشراوط وداك الازبال حيت لقيناها متسخه بزاف وهذه الحمله درناها البارح يعني السبت بديناها من 9 حتى الثلاثة بشراكه مع جمعيه المجتمع المدني وجماعه التماره اللي كنشكروها حتى هي والمتطوعين والمحسنين الحمد لله درنا يد في يد ودرنا البارح التنقيه ديال الشوك وديال الاوساخ وهذا ولقينا الزجاج والبلاستيك ودابا اليوم دابا حنا في عمليه تجير يعني كنجيروا هاد المقابر وهذا مكان يعني هذه المقبره ديال ظهر الزعتر راه عليها ضغط وكما كتعرفوا راه هي قريبه عمر نحاولوا اللي جا زور اللي جا يزور ولا جي جا يجي يدير هنا شي مثلا شي حسنه او يبغي يبني القبر يحاول هذيك المخلفات ديال الأزبل ديالو يديها معاه ولا يلوحها في سله الممارس ما فيها بس الجمعه على المدينه كامله وشكرا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس اكثر من مجرد خبر